صباح الخير على مشاهدين اهل العظام. النهارده هنعمل تمارين لمنطقه الرجلين او الهيبس عامه من تحت اللور بودي. هنعملها بطريقه سهله جدا وجديده، هتبقى بسيطه بالنسبه لي لو بعملها في البيت. هنعمل الاول ماشي في المكان، يكون سخنا كويس، اهم حاجه التسخين قبل التمرين. بعد كده هثبت على رجل والرجل الثانيه، هاخد بيها خطوه لورا وارجع تاني. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. هثبت على رجلي الثانيه، اهم حاجه ان رجلي تبقى تحت كتفي عشان اريح منطقه الحوض. هثبت على الركبه الثانيه، يلا، واحد، ركبتي ما تطلعش لقدام، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. عم ماشي في المكان ده، البريك بتاعي، دي راحه ايجابيه عشان اريح العضله شويه. تاني هثبت بقى على الاثنين وانزل لتحت، واحد اللي بنسميه سكوات، اثنين، ثلاثه، بقعد لورا، اربعه، طلع ايدي لقدام عشان اعمل بالانس او توازن. اثنين كمان هثبت، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، برافو، سبعة، واحدة كمان، ثانية، واحد، أثبت، اثنين، ثلاثة، اللي مش قادر يرجع لورا قوي يرجع سنة صغيرة، خمسة، ستة، سبعة، واحدة كمان، ثمانية، برافو، اثنين كمان، واحدة كمان، تحت هاف، 8، طلعش لفوق، 5، 4، تحت، 3، توازن، 2، 1، ماشي في المكان. هناخد خطوة لقدام ونرجع تاني، واحد، وارجع، اثنين، ما اروحش لقدام قوي، ثلاثة، أربعة، رجلي التانية، واحد، خطوة بس، اثنين، وارجع تاني، ثلاثة، ما اروحش لقدام قوي، أربعة، أهم حاجة ركبتي ما تعديش، أثبت، ماشي في المكان، خطوة لقدام وانزل لتحت وارجع تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، وارجع تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، وارجع تاني، ثانية، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، عشان أعمل بالانس، واحد، اثنين، واحد، اثنين، اثنين بارس تحت، واحد، اثنين، واحد، اثنين، هرجع، هاف، ايت، سفن، سكس، فايف، فور، ثري، تو، ماشي في المكان. كده احنا شغلنا منطقة الرجلين كلها بالهيبس. هنعمل واحد سكوات، واحد باك، واحد فرونت، وارجع تاني لرجل واحدة، تاني سكوات، باك، سكوات، فرونت، واحدة كمان سكوات، باك، سكوات، فرونت، الرجل التانية سكوات، باك، سكوات، فرونت، مرة كمان سكوات، باك، سكوات، فرونت، ماشي في المكان. هنعملها بقى مرة يمين ومرة شمال، المجموعة كلها مع بعض، نركبها مع بعض، يلا بينا. سكوات، باك، سكوات، فرونت، رجل التانية، باك، سكوات، فرونت، 8 سكوات، 7، 6، 5، 4، 3، 2، مارش. نفس جامد. لازم بعد التمرين نعمل اطالات ونطول في الاطالات. احنا هنعملها بطريقه خفيفه شويه بعد التمرين. نفس جامد وانزل لتحت، طلع النفس. اثبت تحت على قد ما اقدر، مش لازم حد يلمس، ممكن يبقى فوق سنة على حد ما اقدر. هطلع تاني فوق، عندي بالانس، هسند على حاجة لو ما عنديش،
عندي بالانس، هثبت رجل، نفس، الركبه اللي واقف عليها تبقى سوفت 20 ثانية. تاني اخد نفس، طلع النفس، وبكده نكون عملنا تمارين جديدة، يا رب تكون مفيدة مع حلقة جديدة إن شاء الله.